عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحمد الله ورعايته هذا اليوم بعد زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بدعوة من أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات المستجدة على الساحة الإقليمية والدولية رافقت جلالة الملك المفدى السلام في الحل والترحال